صباح الخير طلاب صف خامس. اليوم راح نحكي عن الرينال سيستم سيمينارز. انا راح اعملها تو بارت، هتكون التحمي عليكم سهل وان شاء الله سهلي، يعني تشعرون المحاضرات ان شاء الله كثير سهلي. اولا الكيوبي او هي اللي كدني يوريتر بلادر. الكيوبي اشوفون من الاشعه مال الكيوبي، انا راح اشوف الشادو اللي تشوفونه هذا مكان الكدني، وهوني الفيرتبرا على ترانسفيرس بروسيس اللي مثل ما تعرفون هو فد لاند مارك انه اليوريتر يمشي بهذا الاتجاه، وعندنا الشادو مال صوص مصل على جانبين البيرتيبرا، هذه كاريديولوجيكال اناتومي تعرفونه، واليورينري بلادر بين بهالاريا. فانا لو ردت اشوف اي ستون او كالسيفيكيشن او بوني ابنورماليتي لازم اخذ فيرست اوف اول كي يو بي اللي ممكن اشوف هون مثلا ستون او على كورس مال اليوريتر او على الاريا او اليورينري بلادر. مثل ما تشوفون اكس راي اوف لمبر يسموها كي يو بي، اكس راي كي يو بي بهاي الصوره او بهذه. وين هذه؟ اولا انا قاعد اشوف فد راديو اوبيك شادو ات ذا ليفت رينال اريا، تمام. هوني بهذه الاكس راي بهذا الكي يو بي اشوف فد اوفال شيب راديو اوبيك شادو at the course of or along the course of the left ureter. نرجع نشوف بهذه هوني نفس الحالة، هوني أيضا على الكورس مع ال right ureter، تمام. هذه بحالة إنه ال K U B، أعطيكم إكس راي بالكيوبي، يعني انا ما راح اشوف الرينال بارانكايما ولا يوريتر، وانما اشوف فقط الكالسيفيكيشن الستون او اذا كان عندكم اني بوني ابنورماليتي ممكن نشوفها بهذه الكيوبي. الكالسيفيكيشن باليورينري بلادر وول، هذا كالسيفيكيشن within the urinary bladder wall اللي كيس نسميها شيستوسومياسيس. هذا another film، هذه أتشوفوها بالسي تي سكان، هذيك كانت بالإكس راي، هذه سي تي سكان أتشوفون well defined calcification along the all urinary bladder wall. عندنا فد مصطلح أو يسمونه bladder extrophy، هو radiological appearance of bladder extrophy شلون تبين؟ هي عبارة عن widening or describe midline widening or separation of the pubic bone. فبهالحالة البلادر راح تكون in ectopic position، يسموها ectopia vesica، refers to herniation of the urinary bladder through an anterior abdominal wall. هذه الصورة بالضبط تجي بهالشكل، هذا عبارة عن كأنما separation، يكون كلش الاريا، اذا تتذكرون انه الاريا بين اللي اخذتوها بالبون مثلا انتم بين البيوبيك بون تكون at this area بالcentral two part of the pubic bone in the central part close approximation to each other، لكن هون اكو كلش separation، وبهالحالة اللي اكو defect بالabdominal wall فتطلع urinary bladder outward فتكون بالectopic position. هذه الصورة هي diagnostic for ectopia vesica. عندنا normal CT scan of abdomen. احنا المحاضرة السابقة انا شرحته عن normal CT scan of abdomen، هوني بس مجرد زيادة لان راح احكي فقط عن الرينال. normal CT scan هذا ال axial section of the CT scan وهذا ال coronal section. ايش عاد تشوفون؟ مثل ما تشوفون هوني هذا الليفر، هذا كأنما انسان واقف امامي، هذا الليفر، هذا السبلين، الليفت كيدني، الرايت كيدني، الفيرتبرا، شادو مصل، شادو مال صوص مصل. راح تشوفون هوني الليفر، هذه اكزيال سكشن،
right kidney, left kidney, aorta, spleen والستومك. أنا ذكرتوها بالمحاضرة السابقة، أنا لو ردت أشوف ستون لازم يكون عندي بلين سيتي سكان، يعني ما أعطي كونتراست للمريض حتى أشوف ستون أو لا، لأن أنا لو أعطيته ستون وردت أشوف أو يعني أعطيته العفو كونتراست وردت أشوف هل أنا عندي ستون أو لا، ما راح أستفاد، يعني هاي بيضة وهاي بيضة ما تمام، فأشون أنا راح أشوف، يعني عتشوفون هسه هذا بلين فيلم، أشون عرفت بلين فيلم من خلال دحقته على الأيورتا ما بيضة، والرين البارنكايما هم ما بيضة، يعني بعدها ما مثل إيه الشكل هذا، فأفتهم أنه أنا ليست يعني هذا الفيلم ليس كونتراست. عنشوف راديو أوبيك أو هاي دينسيتي ليجن آت رايت كدني، فهذا diagnosis of right kidney stone. هوني أكو كونتراست وهاي دينسيتي، هاي دينسيتي هوني بس أمي مبينة واضحة ليفت رينال، بالريفت رينال. المصطلح اللي هو ستاغهون كالكروس بالكي يو بي فاومز عبارة عن radio opaque shadow giving the large stone، هذا الشيب مع large stone وبرانجين طبعا يكون، يعني راح ياخذ ويتقمص شكل البيلبس رين البيلبس والكاليسز، فيسمونه ستاغهون كالكروس. هذا كي يو بي طبعا اللي يشوفها راح يقول يمكن هذا يعني البيشنت ماخذ اي في يو، لكن لا هو عبارة عن يعني الفيلم بلين ماكو اي كونتراست، هو هذا الشيب مع الستاغهون كالكولس، شوفوا شلون تقمصت البلبس والكاليسز هوني بالرايت، هوني رايت اند ليفت، وايضا بالاضافة اكو بدستون ان ذا يورينري بلادر. الاي بي يو سيريز انتم راح تاخذوها اتصور بالنظر يمكن اخذتمها، هي عبارة عن انه انا احضر البيشنت وأعطينه كونتراست اي في كونتراست مثل ما تشوفون، وارجع بس قبلها بالبداية لازم 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 اخذ كي يو بي تو ديتكت اني ستون اور كالسيفيكيشن، بعدين ابدا اخذ الافلام اللي يسموها اي في سيريز، راح تاخذوها هي اميديت وافتر 5 وافتر 15 مينيت وهكذا، بس من ضمنها هي لازم الكي يو بي اولا وبعدين نبلش بالاي في يو سيريز. هوني نورمال اي في يو سيريز تشوفون نورمال رينال بيلفيس يكون نوت دايليتد مثل ما هوني ايضا يرجع نشوف التفرعات اللي هي بعد رينال بيلفيس راح يعطينا رينال ساينسز ورينال كالكس، تشوفون نورمال كالكس اذا كلش وحده قريبه مثلا هذه نورمال كالكس نورمال، تشوفون نورمال كابينج يعني هكذا الشيب مالتها نورمال كابينج with the well-defined outline ماكو أي abnormality، شوفون هوني هم نفس الشيء، أنا لما يصير عندي فد مشكلة مثلا هوني obstruction راح يصير ضغط هوني بالأخير راح يعني يرجع الباك بريشر، أول شيء يصير copying of the calyx اللي راح نشوفها بالhydronephrosis. هذا failure of contrast بالكي يو بي اول مره، هذا الفيلم هو كي يو بي ما تمام. انا ايش عاد اشوف؟ عاد اشوف اكو فد لونجيتودينال راديو اوبيك شادو along the course of the left ureter، من اعطيته البيشنت اي في يو كونتراست انا مسبقا اعرف انه اكو ممكن اكو فد obstruction او حتى هو يمكن جزء غير مريض، هذا ما مشكله. تشوفون فيلر اوف كونتراست تو باس to ureter due to both sides mid ureteric stone، يعني أنا هوني أكو stone وهوني أكو stone، فرأسا صار cut off passage of contrast through the right and left ureter، فراح تشوفون هوني dilated pelvis more than in the left مع hydronephrosis مع cupping of the calyx، ذكرون calyx سقطوكم شو شكله فوني شون bulging outline صارت و cupping of the calyx. هوني بهذه الصورة
اكو تشوفون دايريتد الليفترين البيل بس مع كابينج اند كلابينج اوف ذا كاريسز، تمام صار مثل الكلابينج بيها. هوني اكو فد فيلينج ديفكت ودين اور ثرو ذا كورس اور لومن اوف ذا ليفت يوريتر. هذا اللي يمنع انه الكونتراست تمشي بهالاريا. فموست كومن فيلينج ديفكت هو الستون. ممكن تعطوني ديفرنشال دايجنوزز على الستون، ممكن فانجس بول، بلاد كلوت، تمام، او حتى تي بي او اي شيء ممكن يعمل فيلر او حتى كارسينوما اللي تعمل فت فيلينج ديفكت ثرو ذا لومن اوف ذا يوريتر. هذه اكو ديفكت ثرو ذا لومن لكن ما عمل كومبليت اوبستراكشن، وانما شوفوا باس يعني باسز اوف كونتراست along the filling defect through the course of left ureter. بس هم عامل mild obstruction خلي نقول on off يعني obstruction، بحيث عامل clapping of the calyx بالleft بالleft kidney. okay. عندنا لما يكون عندي severe hydronephrosis مثلاً، مثل ما هوني تشوفون severe dilatation on both sides of left and right ureter مع dilatation of the both renal pelvis with the clumping of the calyx. طبعاً هذا severe decree، وهذا الاريا حتى أكون يعني هاي الجهة حتى أكون tortuosity of the both ureter. هذه يسموها bilateral hydronephrosis and hydroureter، واللي ممكن مثلا انا ممكن اشوفها حتى بالvasico-ureteric junction اكو reflux اكو في الدجري الى ان يصل هاي المرحلة، بس هو بالهاي دجري بالgrade 5 هاي tortuosity of the both ureter بهالصورة مبينة. لو كان عندي هذه تشوفوها فد اكو فد filling defect rounded well defined wall، شوفوا well defined filling defect wall within the urinary bladder on the IVU. هذه انا يعني هذه فد well defined wall و filling defect، هاي فكروا اول مرة تشوفون ال patient هل عنده Foley's catheter او لا، يعني فعلا سألنا المريض اكو فد Foley's catheter هوني و ال patient عنده bilateral mild to moderate hydronephrosis. تشوفون شوية dilated both ureter مع both pelvis، لكن still الكاليكس بعدها اوكي، شوفوها بعدها اوكي مليحة. احنا راح نتوقف حتى